حكما على المضيفة عندما تتزوج تحال لمضيفة أرضية، وأنا لست بحاجة لأجامل هذا وأسير ذاك من أجل راتب زهيد. قولي لي، كيف كان شهر العسل؟ كان شهرا رائعا. خالد رجل لطيف ومهذب ويعرف تماما كيف يعامل المرأة وكيف يسحرها. اسأليني أنا عن سحره، فكلنا بالشركة نعلم بأن لديه طريقة فريدة بالاستحواذ على قلوب النساء. ففي كل بلد كانت تهبط فيها الرحلة التي يقودها، كان هناك أكثر من امرأة بانتظار وصوله. أين هو الآن؟ ذهب إلى ستوكهولم، وأعتقد أنه يعود اليوم. ولماذا تضحكين هذه الضحكة المشكوكة بأمرها؟ أنا آسفة، لم أقصد، ولكني تذكرت صوفيا. صوفيا؟ من هي صوفيا؟ إنها فتاة جميلة جدا، إنها من ستوكهولم، وكانت تعشق خالد جدا، ابنة أحد الأثرياء هناك. تصوري يا نجلاء، كانت تقطع مسافة 200 كيلو متر حتى ترى خالد عند وصوله، ولكن كان ذلك قبل سنتين. مرحبا أيتها الفتاتان الجميلتان. أهلا ياسر، تفضل. مرحبا. أهلا. استريح. ما هذا الجمال؟ الزواج قد زادك سحرا. شكرا. كيف حال عروس الجميلة؟ بشوق إليك يا باشمهندس. ما رأيك يا نجلاء لو تنضمين أنت وخالد معنا للغداء على حسابي؟ شكرا، ولكن خالد مسافر. وهل مل الزواج؟ أنا لو كنت مكان خالد لاستقلت من مهنة الطيران كلها ما دامت زوجتي نجلاء. أما ما دامت زوجتي فتون فأنا على استعداد للاستقالة من الأهل والأصدقاء والأحباب. هذا ما فعلناه أنا وخالد. هيا معنا يا نجلاء، هيا للغداء. أنا آسفة، ولكني لا أقبل الدعوات من أي كان دون زوجي. هكذا الحب والإخلاص. هيا يا زوجتي العزيزة، فأنا هالك من الجوع. هيا. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. أراك قريبا. وداعا. إلى اللقاء. اسأليني أنا عن سحره. ففي كل بلد كانت تهبط فيها الرحلة التي يقودها، كان هناك أكثر من امرأة بانتظار وصوله. أخبريني يا نجلاء، كيف قضيت أيامك أثناء غيبتي؟ الأفضل أن تخبرني عن رحلتك. تعيسة ومملة، ولكنها زادت شوقي إليك. ألم تسليك صوفيا؟ اسمعيني يا نجلاء، قبل أن نتفق على الارتباط ببعضنا البعض استعرض كل منا حياته أمام الآخر، وعقدنا بيننا معاهدة فيها الوفاء والصدق، وعفى الله عما مضى. لكن إذا تركت أذنك ليضع بها الآخرون ما يحلو لهم فستكون حياتنا وبالا علي وعليك. نجلاء، هناك من يريد إفساد حياتنا، سأثبت لك هذا الكلام. أتذكرين ليلة عودتنا من شهر العسل؟ أذكر. وأول ما وصلنا رن الهاتف وأنا رددت عليه. صحيح، كان على الطرف الآخر
صوت غريب جدا كصوت فحيح الأفعى. وعندما وصلت اليوم إلى المطار أحد الموظفين ناولني هذا المغلف. ما به هذا المغلف؟ رسالة. إلى الكابتن خالد. أيها المغفل، إذا أردت أن تعرف ماضي زوجتك نجلاء عليك أن تقصد جامعة كانتربري في بريطانيا واسأل عنها. فاعل خير. وأنت ما رأيك؟ رأيي أن نبدل ثيابنا ونذهب للحفلة. هيا يا حبيبتي، هيا لنذهب للحفلة. من أين لياسر كل هذا المال ليقيم هذا العرس الأسطوري؟ الشيء يدعو للعجب. لا تتعجب يا صديقي، الذي أقام العرس وتحمل كل هذه النفقات شريك ياسر، أقصد وابل، وأنت تعرف هذا جيدا. ولكن ما مصلحة وابل أن يصرف بهذا البذخ على عرس أحد شركائه؟ شيء يدعو للتساؤل. من الواضح يا سيد غالب أن وابل يريد أن يستزلم ياسر، بالإضافة إلى أنه شخص يحب التبجح والظهور، وهذه مناسبة له لإظهار عقده. صح يا رجل، كأن العريس أخاه والعروس ابنته. لا غالب، لا يغرك هذا الاهتمام، هذا كله مصلحة. عندما تنتهي مصلحة وابل وياسر من بعضهما سترى كيف ستنقلب الأمور، وأنت أدرى الناس بوابل. لا عليك، هيا بنا، هيا هيا. نجلاء، ما بك؟ نجلاء، ما الذي يشغلك؟ لا شيء. أنا أقرأ داخلك جيدا، قولي ما الذي يعكرك؟ خالد، أما زلت تحبني؟ وتسألينني؟ أنت تعلمين جيدا كم أحبك، ولقد مضى على زواجنا أكثر من 6 أشهر. أحسها سنين. أجلاء، قبل أن تخلعي ثيابك، ما رأيك لو نقوم بجولة؟ على الأقل تغيرين مزاجك. ولكن غدا في الصباح الباكر لديك سفر ويجب أن ترتاح. أجلاء حبيبتي، أنا لا أرتاح إلا عندما تكونين أنت مرتاحة. إنما يشغلك يشغلني يا حبيبتي. خالد، لقد مللت سفرك الدائم، لقد مللت الانتظار، لقد مللت التنقل من بيتي إلى بيت أهلي، لقد مللت الانكفاء على نفسي. أتعرفين لماذا كل هذا؟ لأنك ترفضين أن يكون لك ابن أو ابنة. نعم يا نجلاء، يجب أن يكون لدينا طفل ليشغلك. حبيبتي، أنت زوجتي وحبيبتي، أريد منك طفلة تشبهك. أريد منك طفل يشبهك. نعم، ما رأيك يا نجلاء؟ لا أعرف.
بالمناسبة، أين أم عمر؟ لم تعد تعمل في هذا المنزل. لماذا؟ هكذا، لا أحب هذا النوع من النساء. ولكن أم عمر تربت هنا معنا، إنها جزء من هذا المنزل. لماذا فعلت هذا يا نجلاء؟ لا أحبها، لا أحبها. بصراحة بدأت تزعجينني يا نجلاء، أتفهمين؟ لقد مللت هذا البيت، لقد مللته. ألو سعاد، مساء الخير، كيف حالك؟ لا لا، ليس هناك شيء. اسمعيني جيدا، اتصلي بأم عمر ودعيها تتصل بي. لا شيء، سأخبرك في المستقبل. حسنا، مع السلامة. أحسست أن بؤسا يقترب مني، لا أريد لحياتي أن يفسدها أي شيء، لا أريد. لا إله إلا الله. أين أنت أبا الوليد؟ أنا هنا. لا يا كابتن خالد، أنت هنا بجسدك فقط، أما عقلك في مكان آخر. لا لا، أنا متعب بعض الشيء. أنت من يسعى إلى التعب. بصراحة لم أرى قبطان مثلك قط. لقد كنت قبل الزواج مقل الرحلات، ولكنها زادت بعد الزواج، وهذا ليس لمصلحة أحد إلا لمصلحة الشركة، بل لمصلحتي أنا. أتعرفان لماذا؟ لماذا؟ لأنني بحاجة إلى، لهذا أطلب رحلات إضافية. كابتن، هل هناك مشاكل عائلية؟ انتبه للقيادة. أهلاً برياضيين. ماما، اليوم ربحت المباراة باللحم وتفوق في رياضة التنس. برافو عليك يا نور. ولكن لم تسأليني من هو الخاسر. من؟ هل أخبرها أم تخبرها أنت؟ أعترف بأنني أنا كنت الطرف الخاسر في هذه المباراة.
وعليك أن تنفذ الرهان. حسنا، اذهب واغتسل وسنذهب إلى أي مطعم تختاره أنت. حسنا. عبد الوهاب، هل رأيت نجلاء اليوم؟ رأيتها بالنادي وقالت بأنها ستعود لممارسة الرياضة. ولماذا لم تأتي معكما؟ تركتها مع بعض صديقاتها القدامى تشرب العصير، وستلحق بنا بعد قليل. ألا تحس أنها غير طبيعية هذه الفترة؟ سألتها فلم أجد ما يبرر ذلك. فائقة، هل طلبت منها أن تزور طبيب نسائي؟ لا. أفضل حالة لنجلاء الآن هو الإنجاب. هي ترفض هذه الفكرة. لماذا؟ قالت لي أن الوقت ما زال باكر. ولكنني أريد أن يكون لي حفيد. عبد الوهاب، أقنعها أنت بذلك. عليك أنت أن تقنعيها بذلك، فهذه قضية نسائية. منذ الغد أريد أن تعمل ماريا عندي في المنزل. خالد سيعود بعد يومين. وأين ذهبت أم عمر؟ لقد طردتها، لم أعد أطيق تلك المرأة الثرثارة. حسنا، سأسأل والدتك إن كانت تستغني عن ماريا. أبي، إذا كنتم لا تريدون أن تعطوني ماريا سأتدبر أمري بنفسي. حسنا، منذ الغد ستكون ماريا عندك، وسأتصل في مكتب الاستخدام لجلب واحدة أخرى. أخبرته في هذا الموضوع ولكنه لم انتظر. انتظر عبد الوهاب بيك، تعالوا لنسلم عليه. مساء الخير عبد الوهاب بيك. أهلا أهلا أهلا. كيف أنت؟ أهلا. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا يا استاذ وابل، كيف انت؟ اهلا وسهلا. مساء الخير. مرحبا، كيف حالك؟ يا اهلا. مرحبا، اهلا وسهلا. انيسة نجلاء، مرحبا. اهلا وسهلا، كيف انت؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بك. استريحوا استريحوا، تفضلوا تفضلوا. شكرا معنا. شكرا لك، فطاولتي محجوزه، ساعود. اهلا اهلا بك. استريح. اهلا، تفضلوا. فأخبرته ذلك يا ياسر، وقلت له أن ذلك تفضل. بالإذن دقيقة واحدة وسأل. لا تتأخر. أبدا أبدا. عبد الوهاب بك، أنا سعيد جدا بلقائك. ونحن سعداء أيضا. تفضل استريح. عبد الوهاب بيك، من يراكم ويرى نجلاء يكون مساؤه سعيدا. شكرا على هذا الإطراء، تفضل اجلس يا رجل. لا لا، شكرا، كل ما أردته هو أن أسلم عليك لا أكثر، فأنت تعلم أنني لا أستطيع مشاهدتك دون أن ألقي التحية. هل ستبقى واقفا هكذا يا رجل؟ لا لا، شكرا. ها يا عروسة، كيف حال العريس؟ لقد تجاوزت تلك المرحلة. إنه... لا تقولي لي بأنه مسافر. إنه كذلك. ما من مرة سألت عنه إلا وكان مسافرا. ألا تريد الجلوس؟ لا، اسمحوا لي. عبد الوهاب بك، من تكون له ابنة مثل نجلاء تكون حياته سعيدة. شكرا على هذا الإطراء. شكرا لك. اسمعوا لي بالإذن. تفضل. لا أطيق هذا الرجل. لا عليك يا ابنتي، تناولي عشاءك دون انزعاج. Thank you.
ماريا أطفئ الشموع. ألو سوسن؟ نجلة نجلة، هل وصل غسان؟ نعم، مدرب التنس. فلينتظرني، سأتي حالا. Good morning ماريا. الله يدنا أفطر. سأفطر في النادي. سيدي خالد. اسأليه عندما يستيقظ. مرحبا ماريا. اهلين ماريا. سيد خالد موجود؟ ونايم. نائم. ونجلاء؟ خرجت. خرجت؟ حسنا، هل يمكن ان تخبري السيد خالد بانني حضرت؟ تفضلي. شكرا، لا تنسي ان تخبريه. حاضر. وداعا. لا أحس بأن هذا نفس البيت الذي كانت أمي تعيش فيه. سعاد، سعاد أرجوك هذا يا أخي، رأسي لم تعد تحتمل. أنا مندهشة، أحس بأنني غريبة في هذا البيت. هل خالص البيت؟ إنه نائم هماً وتعباً. هذا رائع، لا شيء يريح مثل النوم. هل ستذهبين للجريدة اليوم؟ لا أعرف، أحس بأن روحي منقبضة. سعاد، إذا أردت أن تكون روحك منقبضة ستنصاع لك فوراً. دائما تستسهل الامور. الحياة لم تعد تستحق اي هم من اجلها. هذا يأس. بل خروج من اليأس. فوتون هيا. لماذا أنت مستعجل يا وبلبي؟ أنا لست مستعجلا، أنت تمشي ببطء. أنا أتحداك الآن في هذه اللغة. تعال. تحداني أنا؟ أجل. حسنا. تحداني أنا. نجلاء. مرحبا. مرحبا. كيف حالك؟ جيدة وأنت؟ جيدة. أهلا أهلا نجلاء، كيف أنت؟ أهلا نجلاء. ما هذه الصدفة الجميلة؟ بالأمس حلمت بك حلما جميلا. أستاذ وابل، أنا امرأة متزوجة ولا أحب هذا النوع من المزاح. لتكن روحك رياضية وعالية، أنا أمزح فقط. ما رأيكم بهذا الاقتراح؟ بأن نلعب أربعتنا فريقين. نلعب الآن. أنا وفتون، نجلاء ووابل. لا، أنا وفتون، أنت ووابل. أنا جاهز للتحدي. فقط دعونا نذهب لنغير ملابسنا. في الانتظار. طيب. وعود.
عدت لكتابة القصيدة. القصيدة صلتي الأخيرة مع أمي، وأمي الخيمة التي تأخذني نحو روحي. سلام عليك يا أمي أينما تكونين. حبك يا أمي قناديل ظلام، أنت سفر البعيد، مباركة روحك، سلام عليك وسلام لك وسلام يوم ألقاك. يا كم أنا بحاجة إليك، تماما كأشجار الجاردين. أشجار الجاردينيا. ماريا تعالي إلى هنا. نعم. تعالي، ما هذا؟ لا رب. لا تعرفي. هل سقيت شجرة الجاردينيا؟ لا. لا، برافو، رائع. اذهبي من أمامي، هيا انصرفي. أنت لا تعرفين شيئا، وسيدتك لا تعرف شيئا، لا أحد في هذا البيت يعرف شيء، حتى أنا لا أعرف شيئاً. لا عليك، سيكون كل شيء على ما يرام. أشعر بتحسن. ماذا جرى؟ نجلاء، ما بك؟ لا شيء. ارتاحي، ما بها يا فتون؟ لا تقلقي يا كابتن، فقط بعض الغثيان. حسنا، تفضلي تفضلي. لا شكرا، أنا أستأذن، تفضل. شكرا شكرا. مع السلامة. نجلاء نجلاء، ما بك يا نجلاء؟ هل تشعرين بألم؟ لا لا شيء، كل شيء طبيعي. تعالي تعالي. الو، اهلا خالد، متى؟ حسنا، مع السلامة. انه خالد. خير، يدعونا لحفلة خاصة. وما المناسبة؟ لا أعرف. فرصة كي نرى خالد، اذهبي واستبدلي ملابسك. حسنا.
اهلا. مرحبا خالد. اهلا اهلا. مساء الخير. مساء الخير. اهلا يا عمي. اهلا يا عمي. اهلا. اخافت انا. نجلاء بخير؟ انها بخير، انها في الداخل. تفضلي تفضلي يا عمي. اهلا وسهلا. كيف الحال يا خالد؟ الحمد لله. تفضلي. يا مرحبا. كيف الحال عمي؟ الحمد لله. الحمد لله. كيف انت؟ الحمد لله بخير. علمك. اهلا. مساء الخير. اهلا اهلا يا سعاد. اهلا يا ناصر. كيف الحال؟ بارك لي. على ماذا؟ نجلاء حامل. خالد حق ما تقول؟ هذا يوم المنى. ألف مبروك. الشكر. ألف مبروك. تفضل. مرحبا سيد عبد الوهاب. أهلا أهلا. ألف ألف مبروك. الله مبروك. أهلا أهلا أهلا. مبروك مبروك يا أخي. بارك الله بك. مفاجأة. الحمد لله. صدقني يا عمي إحساس غريب فعلا. مساء الخير. أهلا. أهلا بابا. ألف مبروك. مبروك نجلاء. الله يبارك فيك. مبروك يا بابا. مرحبا بابا. ألف مبروك. شكرا. مبروك يا ست نجلاء. شكرا ناصر. المباركة لنا جميعا. فعلا. الآن نستطيع أن نقول لك أبا الوليد. آمل هذا. أبا الوليد. وإذا كانت بنت عندها الخيرة فيما يختاره الله. ونعم بالله. ونعم بالله. شكرا. تفضل يا عمي. يا أجمل وأروع عم في الدنيا. شكرا يا خالد. وأنت يا نجلاء اسمعيني جيدا، سأعمل لك برنامجا خاصا، برنامج غذائي مهم جدا. تفضل. لا رغبة لي، أريد أن أرتاح قليلا. خذ زوجتك لترتاح قليلا يا خالد. حسنا حسنا. هيا يا نجلاء تعالي. ها أنت أصبحت جدا يا عبد الوهاب. لن أصبح جدا لوحدي، أنت أيضا ستصبحين جدة، فلنبحث منذ الآن عن عكازين لي ولك. عفوا ناصر لو سمحت. عن إذنكم. تفضل يا ولي. اسمعني جيدا، قد دبرت لك جزءا من المبلغ. يا رجل لقد أخفتني، ظننت أن شيئا حدث لك أو لنجلاء. أنا لا أريد إلا أن تكونوا مرتاحين. لا عليك مني يا رجل، لا عليك. ضعه في جيبك بدون فضايح. حسنا حسنا. المهم ألف مبروك يا كابتن. شكرا. نحن يجب أن نذهب الآن. ولما العجلة يا أخي؟ لدينا بعض الأشغال. أعذرنا. حسنا، خذ بالك من نفسك ومن سعاد. حسنا. يجب أن نذهب يا سعاد. حسنا. بالإذن. مع السلامة. تصبحين على خير. مع السلامة. عن إذنكم يا جماعة. تفضل. لنكن على اتصال يا سعاد. ها؟ إن شاء الله. المهم أن تكون مرتاحا مع زوجتك يا خالد. لا عليك مني. أنت دائما رائعة ودائما حساسة ودائما تهتمي بي وكأنني طفل. لا عليك مني يا أختي. ألف مبروك. شكرا يا حبيبتي. انتبهي. شكرا. انتبهي في الطريقة. على مهلك. مع السلامة. خالد. نعم. يجب أن نغادر. لا عيني يا عمي، لم تأكل شيئا، لم تشربا، لم نتعشى سويا. نعود في مرة أخرى. يجب أن تستريح. إن شاء الله. نستأذن. مع السلامة يا عمي. مع السلامة يا عمتي. مع السلامة. تفضل. إلى اللقاء. مع السلامة يا عمي. مع السلامة. Thank you.
الذي فعلته نجلاء؟ لماذا لم ترى فرحي بحملها؟ لا بأس، لا بأس. خالد، يا عيون خالد، أنا لا أريد الجنين. وأنا لا أصدق ما أسمع. لدي أسبابي وأنت لا تعرفها. ما هي تلك الأسباب؟ هل ممكن أن تشرحيها إذا أردت؟ منذ أن تزوجنا ولغاية اليوم وأنا لا أحس بالاستقرار. سفرك الدائم، غيابك المتكرر، وحدتي أكثر الأيام، هذا وضع لا أطيقه. وما هو الحل برأيك؟ إسقاط الجنين. أما إذا أردت أن نعيش حياة ترضيني فعليك تبديل عملك. ولكني طيار، وهي المهنة الوحيدة التي أتقنها وأحبها. إذن عليك الاختيار. اختيار ماذا يا نجلة؟ أنا لا أعرف، لا أعرف مهنة سوى الطيران. يمكن أن تعمل لدى والدي. ماذا أعمل لدى والدك؟ تتعلم أي شيء. ولكني لا أعرف. تتعلم. نجلاء، أنت تضعينني في الموقف الصعب. أنت الذي وضعني في موقف صعب، وأنا هذا الوضع لا أطيقه. اسمعي يا نجلاء، انظري إلي. اذهبي إلى غرفتك وارتاحي، وسنتكلم غدا. تصبحين على خير. أنا لا أريد الجنين. منذ أن تزوجنا ولغاية اليوم وأنا لا أحس بالاستقرار. سفرك الدائم، غيابك المتكرر، وحدتي أكثر الأيام، هذا وضع
لا أطيقه. أما إذا أردت أن نعيش حياة ترضيني فعليك تبديل عملك.